في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة، يعني آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر الآيتين، من قرأهما في ليلة كفتاه. طيب كفتاه مما؟ قال الإمام النووي رحمه الله وغيره من العلماء: كفتاه من عدة أمور. أولا من الشرور، شرور الجن والإنس، يعني العين والسحر والمس كلها يكفيك الله منها إن قرأت هاتين الآيتين. ثانيا كفتاه بمعنى أجزأتاه عن أجر قيام الليل، فلو لم تقم الليل في هذه الليلة تأخذ الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى إن قرأت هاتين الآيتين. ثالثا كفتاه من الهموم والغموم، تنام والله سبحانه وتعالى يزيل همك ويزيل الأسباب التي نكدت عليك، فحافظ عليهما وانشرهما تأخذ الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى.